صلى الله عليك يا خير خلق الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم. أمن سيدي من لجا والتجا إليكم، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بين البين لوعتي وسهادي وجرت مقلتي كصوب العهاد، وانطوت مهجتي على نار وجدي هي مأوى الضلوع والأكباد، وغدت مهجتي تخب وراء الركب شوقا منها لذاك الحادي. أيها المدلجون بالله ريضوا عن سراكم سويعة لفؤادي، أنقضتم عهود ودي كما قد نقضوا للحسين حق الوداد. أي يوم قد شد فيه أبي الظيم عزما يغني عن الأجناد، مستغيثا ولم يجد من مغيث غير صحب يسيرة الأعداد، مفردا لم يجد له من نصير غير رمح وصارم وجواد، يتلقى ديجور نقع عداه بمحيا كالكوكب الوقاد، يرهق الدهر إن سطى والأعادي، يرهق الدهر إن سطى والأعادي، فيهم عظم كصرصري عادي، سعر الحرب في شبل العظم ضاق الرحب
من بأسه بكل مغادي. جزر الكفر حطم السمر، فل البيض لف الأجناد بالأجناد، وحمى الثغر باسم الثغر حين الكر حتف الأبطال يوم الجلاد. يتلقى السهام أبو علي، يتلقى السهام طلق المحيا، كتلقيه أوجه الوفاد. وغدا يحصد الروس بعظم، اتخذ الهام منزل الأغماد. عجبا كيف خر للموت شلوا، وهو الموت في وجوه الأعادي. لكن حر قلبي لقلب زينب أضحى، بلظى الوجد مضرما باتقادي. مذ غدت تستغيث روحي فداها، مذ أتاها الجواد ناعي الجواد. مذ غدت تستغيث روحي فداها، مذ أتاها الجواد ناعي الجواد. يا جواد الحسين، الله أكبر. الله يساعد قلب الحوراء زينة، ساعد الله قلبها في هذا اليوم العظيم، ومن هذا المصاب الجلل الجسيم. حر قلبي لقلب زينب أضحى، بلظى الوجد مضرما باتقادي. إذ غدت تستغيث روحي فداها، مذ أتاها الجواد ناعي الجواد. فبكت في مدامع حكت الغيث، ونادت بلوعة ونشاد: يا جواد الحسين، أين حسين؟ أين روحي ومهجتي وفؤادي؟ وقفت على باب الخبا والحزن شفها، شافت بخاصرة السرج واصفقت كفها. صاحت نار الحزن تنشرها وتلفها، بالله يا مهر حسين فصل للخبر زين. أريد أنشدك والعقل طارت بيه الأنفاس، خالي تجيني وين راح يرفع الراس؟ وطيحت ولينا وين من طيحت العباس؟ بلش توصل واحتضب توديع الاثنين، جاوبها لسان حال الجواد. قال هالبطل عباس طايح بالمسنات، وحسين قام وعليه الخيل لمات، وعباس ميت وظن بعد حسين ما مات ما مات. وان كان ما حز العداء راسة الحقي، اخواني
يرجع عين حال تروحي في داله راح ورجع ليها يقلها لسان حاله قطعة وكريمة والشمر بالرمح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ظاهر الآية الكريمة أن جميع الأديان التي جاء بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليست عند الله بشيء إلا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ظاهر الآية، يعني أن الدين عند الله الإسلام، فما جاء به الأنبياء حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء، يعني معناها أنها ليست بشيء. هو هذا الحكي، هذا ظاهر الآية، لكن الآية تدل على العكس من ذلك تماما. شلون تدل على العكس؟ لأن يا أخي، أولا أن الأديان كلها السماوية كلها متفقة في الأصول، الإيمان بالله، الوحي وعصمته، البعث وجزاؤه. أي دين من الأديان ينزل من السماء هي أصوله، أصول مالته الإيمان بالله، الوحدانية، الوحي وعصمته، يعني الوحي المنزل على الأنبياء وعصمة الأنبياء، والبعث وجزاء البعث. وإذا أكو فروق واختلاف إنما هي في الأحكام والفروع. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله المروي عنه أنه قال صلى الله عليه وآله: الأنبياء دينهم واحد. المروي عنه صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وروي عنه أن الأنبياء إخوة، أبناء علات، أبوهم واحد والأمهات شتى. إن الدين عند الله الإسلام، ثم انطلقت الآية قالت: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. الذين أوتوا الكتاب من هم؟ قولان: اليهود والنصارى.
طبعا اليهود هذولي لا يؤمنون بالبعث، البعث ما يؤمنون به، يعني عندهم أن الإنسان إذا مات خلاص من هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، هاي عقيدتهم. موت لكن لا حياة، فرق منهم من اليهود لا يؤمنون بالبعث، العفو، فرقة من النصارى تؤمن بالبعث لكن مع المسيح، لأن عندهم مؤكد أن المسيح سوف ينشر، يجي إلى الدنيا فهم ينشرون معه. فالاعتقاد واحد، الخلاف في أن النصارى يعتقدون بأنه ينشرون مع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. اليهود 100% بعث ما عندهم، النصارى يؤمنون بالبعث لكن بهالترتيب، كما أنهم يثلثون. شلون يثلثون؟ عيسى عليه الصلاة والسلام عندهم ذا طبيعتين، ناشوتية وإلهية، روح القدس والخالق ثلاثة. هذول يعدهم أن الإنسان يعمل في هذه الحياة ما شاء، بس إذا جاء الأجل، يعني إذا صار وقت الموت، ما عليه إلا أن يشرب خمرا ويأكل خبزا. إيش ما يريد يسوي في هذه الحياة يسوي، يبيد الدنيا، يبيد العالم بالصواريخ بالطائرات، يقتل يذبح يصلخ، كل شيء اللي يريد يسوي يسوي، بس إذا إلى الأجل ما عليه إلا أن يشرب خمرا ويأكل خبزا، والخبز لحم المسيح والخمر دم المسيح، فإذا شرب الخمر وأكل الخبز اتحد بالمسيح، والمسيح ابن الله ابن الرب، خلاص صار هو والمسيح قطعة واحدة، والمسيح ابن الرب، صار ابن الرب، مبروك على هالدين. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإذا أنت لما تتبع الآيات الكريمة، الآية الكريمة لما تقول إن الدين عند الله الإسلام، تتبع الآيات الكريمة، الإسلام شنو معناه؟ تسليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. قل آية في النصارى يقولون إبراهيم منهم، اليهود يقولون إبراهيم منهم. الله قال لهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. الذي الآية الكريمة تقول إن الدين عند الله الإسلام، هو هذا الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم شنو؟ مسلمون. يعقوب يقول لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
إذن انكشف الريب أن الدين عند الله الإسلام، يعني مو دين محمد صلى الله عليه وآله، الإسلام عام، الإسلام دين البشرية كلها. وليش يصير الإسلام دين البشرية كلها؟ لأن يا أخي الإنسان لما وجد على سطح هذه الكرة الأرضية وجد جاهل، لا يدري لماذا وجد وما الغاية من إيجاده، ويجهل ما يؤول إليه أمره وإلى أين ينتهي به السرى في مضمار هذه الحياة، وماذا يواجه في ذلك العالم المحجوب عن الأبصار والبصائر والعقول، وما عسى أن تكون هذه الحياة التي يحياها الإنسان أروح وريحان أم يحاسب فيعاقب، ما يدري. فآنئذ والحال هذه كيف يمكنه الحياة؟ إذن العقل يوجب على الله عز وجل بالوجوب اللطفي. احنا ما نقدر نوجب على الله عز وجل شيء، لكن من ناحية اللطف يوجب على الله بالوجوب اللطفي أن يوجد للإنسان ما به صلاحه وفلاحه وفوزه ورشاده، فأوجد جل وعلا هذا الدين الذي نحن عليه متكفلا لبيان كل ما يحتاجه الإنسان في طريق حياته المادية والمعنوية، ويربطه بمقام الألوهية من حيث الاعتقاد بالله وكتبه ورسله. آمن الرسول صلى الله عليه وآله بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن الدين الله جل وعلا إنما جعله كرابطة يربط الإنسان بالخالق. الله تبارك وتعالى خلق الخلق لغاية، هاي الغاية هي شنو؟ عبادته. والعبادة ما أقصد العبادة الصلاة والصوم فقط، وإنما العبادة المقصود منها الشاملة الشاملة. يا بني آدم ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان. هذول اللي عبدوا الشيطان شنو يعني؟ صلوا وصاموا وحجوا للشيطان؟ كلا، وإنما امتثلوا أوامره وانتهوا بنواهيه. فإذا العبادة المقصودة أعم من أن تكون صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو ما شاكل ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوف هاي العبادة القانون الفطري الذي يجعل من الإنسان طاقة حيوية فاعلة على وجه الأرض، يجعل من الإنسان طاقة حيوية فاعلة على وجه الأرض، يحقق بها معنى الخلافة لله عز وجل على هذا الكوكب، على سطح هذا الكوكب الذي احنا نعيش عليه. ترى هذا الإنسان أفضل مخلوق عند الله تبارك وتعالى، الإنسان أفضل عند الله سبحانه وتعالى من هذا الكون، من السماوات، من الأرض،
ليش؟ لأن الله عز وجل خلق كل ذلك ليسخره في خدمة الإنسان، في خدمة هذا الكائن. وسخر لكم ما في الأرض جميعا، ولذلك الله عز وجل زود الإنسان بقوى، زود الإنسان بطاقات. هاي القوى وهاي الطاقات ما يمتلكها مخلوق من المخلوقات غير الإنسان. وتزعم أنك جرم صغير، يقول الإمام أمير المؤمنين فيما ينسب إليه من الشعر: دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. زوده الله عز وجل بالطاقة العقلية المفكرة، ولذلك تميز الإنسان على سائر الكائنات لا بهيكله الجسمي والعظمي، لا بطوله، لا بعرضه. وإلا إذا كان الهيكل والجسم الجمل أضخم من الإنسان حجما، والفيل أكبر من الإنسان جسما، والأسد أقوى وأعظم من الإنسان قوة، أليس كذلك؟ وإنما التفوق تفوق الإنسان بالعقل، بالفكر. التفوق الإنساني بعقله وفكره وإبداعه. ولذلك الله تبارك وتعالى حمله ما لم يحمل سائر الكائنات، فإذا سار على خط السماء أصبح أفضل حتى من الملائكة، وإذا خالف وشذ وانحرف صار أنقص حتى من الكلب. جعل الدين الإسلامي رابطة، الدين هذا رابطة بين السماء وبين الأرض، بين الله وبين العباد. فإذا الإنسان تمسك بهذا الدين، الدين شيء أمره، يأمره بكل حسن، ينهاه عن كل قبيح، يبتعد عن المساوئ، يصير طاهر مقدس، تصير إلى فاعلية ويصير إلى أثر ويصير إلى وقع عند الله تبارك وتعالى، ويتصل بالله، يصير بينه وبين الله اتصال، يصير قريب. إذا اتصل بهذا، إذا تمسك بهذا الدين، إذن من المؤسف، من المؤسف للإنسان أن يتساهل بدينه أو يتسامح بالعمل بشريعته. ليش؟ لأن هذه من أكبر الجرائم التي يجنيها الإنسان على نفسه. وأي جناية أعظم من إخراج الإنسان نفسه من دائرة الشرف الإنساني أصلا، ومن حريم عزة الدين، ويلقي بنفسه في هوة الذل والخسران، فلا تكون له معنوية لدى المجتمع البشري ولا درجة رفيعة في العالم الأخروي، ويكون في الدنيا من المقبوحين وفي الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذلك لأن الإنسان إذا أخرج نفسه من حدود الاعتدال،
يصير بحاله؟ الإنسان بما هو إنسان إذا أخرج نفسه من حدود الاعتدال التي أمر بها الدين، حدود الاعتدال التي أمر بها الدين شنو؟ طبعا أن يكون معتدلا في كل مناحي الحياة، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية السلوكية، من الناحية المعاشية أيضا. إذا أخرج الإنسان نفسه من حدود الاعتدال التي أمر بها الدين تجره ميوله النفسانية حول مشتهياتها الواقعة في جانب الإفراط أو التفريط، وتسوقه إليها سوقا سريعا، وبذلك يخرج الإنسان عن حدود الإنسانية ويدخل في حدود الحيوانية. فإذا خرج الإنسان من حدود الإنسانية ودخل في حدود الحيوانية، شيء يصير فيه؟ لا يكون همه إلا ارتكاب الدنايا وفعل الجرائم والجنايات. ما يبالي بما يصدر منه، بما هو مخالف الشرف والإنسانية أصلا. ولذلك شوف ذول المبتعدين عن الدين الذين لا يتخلقون بأخلاق الدين، تراهم في الحقيقة ملوثين، قد لوثوا أنفسهم بكل ملوث. وما نريد نتحدى أي إنسان، وإنما هو من باب التنبيه لا أقل ولا أكثر، عادة لأن الله عز وجل يأمر بالرفق في الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. منحرف صحيح، منحرف عظه، ارشده، وجهه بكل ما تستطيع عليه. أما شباب وشتايم وما أعرف إيش، هذا كله ما يتلائم مع الدعوة الدينية يا أخي. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الطريق واضح لائح، الطريق واضح لائح. والله سبحانه وتعالى من على الإنسان بقوة عاقلة، وضع هذه القوة العقلية في وسط القوى. ليش؟ لئلا يعمل أحدنا إلا بمقياس معقول. يميز الإنسان بين الغث والسمين، والسقيم من السليم. فإذا جنى جناية هو يعرف أنه جان، ويعرف إذا يعتقد بأن هناك بعث وهناك حساب وهناك عتاب وهناك عقاب يشمل بالعتاب والعقاب، شيء معروف هذا. فإذا كابر يعني معناه أنه تمرد على قوانين الله في أرضه، فإذا تمرد على قوانين الله في أرضه جعل نفسه عرضة لعقابه أو عقوبته الصارمة، نعوذ بالله من عقاب الله. يا أخي الذي يفهم الإنسان المبادئ والقيم والمثل شنو؟ الدين. الدين هو الذي يدخل في نفس الإنسان عظمة الخالق جلت عظمته، ويفهمه المبادئ التي بها يخشاه وبها يطيعه. وإن إحساسات الإنسان وغرائز الإنسان والقيم في الحقيقة والواقع، الإحساسات والشعور
والغرائز، إنما يفهمها الدين، وبه تقوى عواطف الإنسان وقواه العلمية، وتتحرك في نفسه الفضائل، تتحرك الفضائل في نفسه، والإنسان بنفسه لا بجسمه، فلتستكمل فضائل نفسه. أما الجسم الهندام لا، ما إلى قيمة، وإن كان عند الناس معتبر، لكن عند الله عز وجل مو معتبر. معتبر أن الإنسان يكمل نفسيا روحيا. عليك بالنفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وحيث أن الدين به كمال الإنسان، وحيث أن الدين هو الذي يمنع الإنسان من أن يتلوث بالمساوئ والجرائم، وقف أعداء الدين وأعداء الإسلام ليسلبوا الدين من الناس، يجردوهم. ليش يعني يجردوهم؟ ليتخذوهم عبيدا ومماليك، يجعل من الإنسان مطية لجرائمه. ولذلك شوف، علمتنا الأحداث، علمتنا الأحداث، جرد الكثير من ضميره، جرد الكثير من دينه، فارتكب جرائم بحق البشرية. ماضي وحاضر، إذا جرد الإنسان نفسه من الخلق من الدين خلاص يفعل ما تشاء له عاطفته. الملوك القدامى، أمويين وغير أمويين، عباسيين وغير عباسيين، هم الذين قتلوا الناس، جو قتلوا وسووا هالمجازر. لا يا أخي، وإنما الناس هم الذين قاموا بهذه المجازر. ذول اتخذوهم عبيد ومماليك وسووهم مطايا يركبون عليهم. واقعة الطب، عمر ابن سعد وأمثال عمر ابن سعد جعلوا منه مطية، يعبرون عليها يركبون عليها. من اللي نفذ الجريمة؟ من الذي قتل الحسين؟ إذا يزيد قتل الحسين؟ إذا ابن زياد قتل الحسين؟ قام بترويع الأطفال، داس جسد الحسين بالخيل، هو يزيد نفسه؟ لو ابن زياد. طبعا هذولي الذين جردوا من الدين، جردوا من الضمير، صاروا مطايا. عمر ابن سعد اليوم هذا أول واحد يرمي سهم نحو أنصار الحسين بن علي، ويقول اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. عمر ابن سعد، سعد هو سعد بن وقاص، غازي وفاتح ومزيل الدولة الفارسية، إجا هو من حظ التعيس يقاتل آل الله، يقاتل الطهر، يقاتل أهل القداسة. أول من رمى وقال اشهدوا لي عند الأمير بأني أول من رمى، هاي وحدة منا. وأول من حمل قبسا وأشعله بالمخيمات وقال احرقوا بيوت الظالمين بالنار. أكبر جريمة يا أخي بالكون. شمر ابن الجوشن الضبابي سوى، يقول للحسين سلام الله عليه علم تقتلني؟ قال لي طلب الجائزة. قال لي يا ما أفضل عندك، شفاعة جدي أم جائزة يزيد؟ قال لدانك من جائزة يزيد خير لي منك ومن جدك.
هذا منطق إنسان مجرد يا أخي، من الضمير، من الخلق، من الدين، من الإنسانية. وإلا هذا الحسين ابن رسول الله، ابن علي، ابن فاطمة، وإذا هو يرقى على صدره منتعلا، قاعد على صدر النبي هذا. إنا لله. يوما لم ترن ترني الأيام مثلهما، أسرني ذا وهذا زادني أرقا. يوم الحسين على صدر النبي به، يوم الحسين على صدر النبي به، ويوم شمر على صدر الحسين رقى. ولذلك يا أخي هاي الحادثة طبقت الكون، هاي الحادثة حادثة الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام طبقت الكون بأكمله. وشنو السر في تطبيق هذه الحادثة؟ سر هذه الحادثة الخارج عن العادة، لا لما قيل من عظم شناعة الفعل، وإن جل في الإسلام وقعه، ولا لشدة الحزن من تلك المكونات على ذلك القتيل المظلوم، وإن كان علة إيجادها، ولا لتخويف القاتلين له عليه السلام بذلك، وإن كانوا بالاستئصال أحرى، بل لمعنى وراء هذا كله، وذلك أن من المعلوم أن قتل سيدنا الحسين كان في حماوة القيظ وفي غاية الحر، إذ مقتله عليه السلام في شهر تموز، وهو قوة سلطان الصيف، وبعد قتله ورفع رأسه جردوه من ثيابه، فبقي عاريا على عفر التراب، والأرض يغلي رملها ويفور، فخرجن إليه فتيات النبوة وبنات الرسالة، سمع الملك الموكل بظلمة الليل لسان حال زينب تخاطب الصبح: يا صبح لا أهلا ولا مرحبا، أبديت يا صبح لنا وجها لها جلال الله قد حجبا، يا صبح لا أهلا ولا مرحبا، أبديت يا صبح لنا أوجها لها جلال الله قد حجب. اندهش الملك، أرسل الظلمة على وجه النهار فجأة وبغتة، وخاطب الشمس بلسان الحال: لا تبزغي يا الشمس كيما ترى، زينب حسرى ما عليها أزار، تستر باليمنى حشا قلبها، وتعقد اليسرى مكان الخمار. يا شمس يا شمس يا شمس، إن كنت لا تغارين على النساء الهاشميات والبنات المصونات، فأنا أرسل الظلمة عليك لكي أواري أشخاصهن عن الأعداء. يا شمس، ألا ترين الحسين ملقا على حر الصعيد،
والأرض حامية والوقت صائب، فأنا أرسل الظلمة عليك لكي أبرد عن الحسين حرارة الأرض وحرارتك. آخ، إنا لله وإنا إليه راجعون. خاطبت الشمس الليل بلسان الحال: يا ليل يا ليل يا ليل، دعني قليلا مسفرة أنا يقع سنائي على الهاشميات، فتبصرهن العيون وقد منعت سياط أهل الكوفة النظر إليهم. يا ليل دعني قليلا مسفرة، أو ما ترى النار وقد شبت في الخيام، ولا أحد من أهل الكوفة يطفئها. يا ليل دعني قليلا مسفرة، أو ما ترى الأطفال والأيتام وقد طفقن يهربن في البيدى خوفا من النار، فأنا أخاف أن يدركهن ظلامك فيذهبن ضياءً. يقول حميد بن مسلم: نظرت إلى طفلة تعدو، قلت لها: بني إلى أين؟ قالت: يا شيخ ألنام علينا؟ قلت: لا لكم ولا عليكم. قلت لها: من أنت وبنت من؟ قالت: يا شيخ أنا يتيمة الحسين. إنا لله. قلت: بني وإلى أين؟ قالت: يا شيخ سمعت من عمتي زينب تقول لنا: يا بنيات إن لكم في هذا البر جدا مدفونا، وأنا ماضية إليه لأشكو إليه ما نالنا من السلب من الضرب. قلت لها: بني إنك لبعيدة عنه وإنه لبعيد منك. قالت: يا شيخ إذا دلني على طريق المشرى فقد تفتت فؤادي من الظما. يقول حميد: دللتها على طريق المشرى، أوقفتها على الماء، جعلت تمعن النظر من الماء. قلت: بني هذا الماء اشربي منه أمن الله خوفك. يقول حميد: فأنت أنه، أطبقت أضلاعي على أحشائي وقالت: يا شيخ كيف أشرب وقد قتل والدي الحسين عطشانا. يا لها من حوادث ومصائب في مثل هذا اليوم، ما أهولها. واسمح لي ترى أنا أنقل لك ما في التاريخ، أنقل لك ما هو موجود بالتاريخ. السيدة زينب عليها الصلاة والسلام كانت تتفقد الأطفال، تتفقد الأيتام، طلعت تتفقد الأيتام، تصعد إلى أكمة، تنزل إلى وحدة، وجدت طفلا من أطفال الحسين وقد بقر أهل الكوفة بطنه. مشت قليلا
نظرت وإذا بطفلة قد سحقتها الخيل بحب سنامكها. مشت السيدة زينب قليلا وإذا بطفلين معتنقين نائمين، فأرادت أن تفرق بينهما وإذا هما قد ماتا من العطش. إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذه الليلة المظلمة المدهشة المكرمة، هاي الليلة يسموها شام غريبان، ليلة الوحشة، ليلة الغربة. تقف الحوراء زينب عليها الصلاة والسلام تنادي كل يتيم باسمه وكل طفلة باسمها، وتصيح: بني سكينة لبيك، فلانة 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 فلانة، تناديهم باسمهم وحدة وحدة يجاوبوها، النساء هم يجاوبوها، إلى أن وصلت إلى اسم الرباب. صاحت: رباب! فلم تجبها الرباب، صاحت بها مرة ثانية وثالثة، معك وإجت إلى زين العابدين. يقولون الإمام سلام الله عليه أشار إليها بأن تطلب الرباب عند الحسين، فأقبلت زينب في الليل تتخطى القتلى، قتيل بعد قتيل، جديل بعد جديل، وجدت المعركة نهارا لا ليل، وضياء لا ظلمة، إلى أن لاح لها جسد أبي عبد الله. نظرت وإذا بالرباب جالسة متربعة، وقد أخذت طفلها ووضعته في حجرها، وألقمته ثديها، واعتزف الدم صدرها فضلا عن لبنها، وهي تنادي: أي ولدي عبد الله، اشرب، فلقد ذر عليك اللبن يا ولدي. خوالي الليلة القشرة، الله أكبر، ليلة القشرة علينا، تموج البسيطة بنا مثل يوم السفينة، ما بين عسكر حايطة بنا يمين وشمال، وخيام مبهر جال إلا حرم وطبال. يا وحشة المعلول وحدة ما له رجال، محتار يا ويلي العليل، الله يعينه. زينب يا عم تفقدي بوجوه ليتام، خوفي على طفل طلع من خيفته، ظلت تحوم الضايعة من خيام لخيام، كلها خلية وحنت الحور الحزينة. مرت على خيمة رباب بقلب مجروح،
شافت بهسكينة العزيزة تحن وتنوح وتصيح رمري قبل عمرك فارق الروح ما يهتني بالعيش من فارق معينه وردت لابن خوها وعبرتها جريه تنادي الرباب خيامها منها خليه نادى اطلب ويها يوم غريب الحاضريه شبجت عشرها جسمها اللي مبض عينه صاحت رباب دن هضي لا تشعبيني الروح للخيمه ونادت هدعيني ابقضي اوطاي من البواكي وساعديني اشميدي قضى الله فرق ما بيني وبينه تريدي يا محزونه توديني للاطلال ومن ويش ما جبتي لجسم حسين شيال كيف البصر وياه لو ما جت له رجال انرد الخيم وحسين ما حد عن يمينه الا الميت ما يتراك يا زينب وحده بليل او من عقب تقميضه يحضرونه رجاجي وحاله يا ويلي رتلوا القران ترتيل ومن الصبح للقبر جسمه يشيعون انا الا وحدي والاطفال اقرا وياي تحفظها اقراها وياي وحدي والاطفال وحدي اقرا وياي وحدي والاطفال وحدي وحدي والاطفال وحدي والاطفال عندي جنازة معطلة ما عادت الهرجة انا وحدي وياي وياي وحدي والاطفال ماجور الله يعودك وحدي عندي جنازة معطلة ما عجت الهر عندي جنازة معطلة ما عجت يا إخوتي هل ترجعون لحيكم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم اخذل اليهود الغاصبين وطهر الأرض منهم يا كريم اللهم واحفظ جماعتنا الحاضرين فردا فردا المسببون والمؤسسون في أنفسهم وعيالهم وأقاربهم ومتعلقيهم ومن تحوطه عنايتهم بأمواتهم وأمواتكم وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات على محمد